بالنسبة لقضية دير علي بن خليفة، معناها قضية معناها حاجة ماهيش غريبة، معناها ويعرف القاصي والداني كون المجموعة هذه تعرضت للتعذيب، حتى إذا كان خرج معناها في بلاغ لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كونه شبهة قوية حول وجود تعذيب، ولكن معناها 14 واحد ولا 15 واحد أفادت معناها الإجابات نتاعهم تعرضهم للتعذيب، معناها اللجنة اللي تكونت وسمعتهم معناها كل واحد على حدة، فكلهم عطوا نفس الرواية ونفس الأحداث ونفس الممارسات نتاع التعذيب، فهمت؟ فمعناها هما تو من أسباب الإضراب نتاعهم راهو مش القضية الأم بقدر ما هي القضية معناها الفرع معناها واللي هي قضية التعذيب، ونحن نعرف اللي إذا كان ثم محاضر معناها تم تدوينها تحت طائلة التعذيب، فمعناها جميع الاعترافات المنتزعة تحت طائلة الإكراه المادي والمعنوي هي محاضر باطلة، وبالتالي معناها بطلانها ينجر عليه معناها بطلان جميع أعمال بحث البداية، فهمت؟ ومعناها حتى اذا كان باش نحكيو ونقولوا الناس هذوما مضربين، ما همش مضربين راهو باش يقول عليه معناها بريء والا مظلوم والا لا، هو معناها بالنسبه ليه يحب يكون صيروره اجراءات سريعه وباتة وناجزه، معناها خدمه تخدم خدمه في اقرب وقت، مش باش يجي يقعد يضرب عام وشهرين ولا عام وقداش وهو موجود، معناها نحن معناها هذه حاجه هذه معناها اللي نحب معناها نوصله لكم معناها على لسانهم هما، مطالبهم مش معناها يحب يخرج فوق القانون، لا القانون يطبق على الناس الكل، يقول لك كما انا موجود غاديك اللي يعذبني من باب اولى كوني يكون موجود.